السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بفيديو جديده، فيديو ان شاء الله تكون مغيره تماما على الفيديوهات اللي قبل واول مره غادي نحطها في القناه. بالنسبه لعجبتكم هذا الفيديو قبل ما نبداو، لاول مره تشاهد الفيديو ديالي ما تنساش تضغط على الزر الاحمر موجود تحت الفيديو، زر الاشتراك باش تشارك معايا في القناه، وزر الجرس باش تبقى توصل بكل ما هو جديد تحت بجميع تعاليقكم. شكرا بزاف البنات اللي تدعموني من الاول، وشكرا بزاف البنات اللي عاد يدخلوا عندي، مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للفيديو ديالهم البنات فهي تكون ميك اب توتوريال، ان شاء الله اللي غنبداو معكم من اجس كازاد، يعني من البدايه للمكياج حتى الاخر ديالو. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا فهو بشراكه مع ايمان بنات صاحبتي، عاد ان شاء الله عاد تحل القناه، هي حلاتها مازال ما يعني مازال عاد تحط فيها فيديوهات ان شاء الله. الطلب ديالي هو انكم تمشيو عندها تشجعوها باش ان شاء الله تعطي المزيد وتطلع بكم اكيد ان شاء الله. غنخليها هي تعرفكم على القناه ديالها عاد نبداو الفيديو ديالنا. سلام البنات، معكم ايمان، الاسم تاع لاشين تاعي ايمان بيوتي اند هيلتي. نتمنى تدخلوا عندي وتشاركوني ان شاء الله، وتضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس. لاشين تاعي غادي تكون متنوعه، غادي يكون فيها كل ما يتعلق بالجمال والوصفات الطبيعيه وكل شيء والريجيم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تعجبكم ونكون خفيفه الظل، ودخلوا عندي وما تنساوش زر الاشتراك. صافي البنات، وهكا ان شاء الله نبداو معكم لا فيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله نتنال الاعجاب ديالكم، وكذلك الى عجبكم هذا النوع كيف ما قلت لكم هذا النوع من هذا الفيديو هذا، ما تنساوش ما عليكم ان تخليوا لي في التعليق، ولا عندكم شي افكار عطوها لينا ان شاء الله اللي ممكن نديروا فيديو يعني مشترك انا وايمان ان شاء الله بحول الله. وكذلك الى عندكم شي فكره انكم باغيين يعني تشوفوا شي نوع من الفيديو على القناه، ما عليكم حتى الى تخليوا لي في التعليق اللي تنرحب بهم بزاف بزاف. شكرا لكم بزاف البنات، غنخليكم مع لا فيديو اول ايتاب ديال المكياج. دابا بالنسبه منين غنبداو يعني باول حاجه وهي لاباز الاولى اللي غادي نستعملو تحت فونديشن او كريم الاساس. انا هنا بالنسبه ليا تنستعمل هذا ديال فانسي ديال اويل ديال الارغان او زيت ديال الارغان، تيجي بحال هكا على شكل يعني سيروم، هذا هو اللي غنستعمل انا. واش ما تستعملي في الوجه؟ غنستعمل هذا ديال فارسالي، هذا النوار ديال فارسالي تا هو زوين البنات، وراه فيه يعني بزاف د اللون على حسب اللون على حسب البشره على بو ديالكم. صافي غادي نستعمل هذا. صافي البنات، من بعد ما سالينا وضعنا يعني الطبقة الأولى، أنا مرة تنخدم الأي شادو هو الأول عاد تندير فوندوتان، وبعض المرات تنسبق الفوندوتان. بالنسبة ليا أنا كنبدا ديما بعينيا الأي شادو، عاد من بعد كندير فوندوتان. هاد المرة عندي الفوندوتان غادي نقلبو، المهم غادي ندير لكم إن شاء الله كل مرة غادي يكون تنوع ديال المكياج هذا. بالنسبة للفوندوتان غادي ندير أنا هو هذا ديال، أنا تنستعمل هذا ديال شانيل ريفيرونس ديالو 011، هذا هو اللي تنستعمل. انا غنستعمل هذا تاع مايبلين فيتمي، النمره تاعو الدرجه ديالو 110. انا صافي غادي نستعمل بانسو اول حاجه. دابا غادي نستعملو الكونسيلر، انا غادي ندير هذا تاع فيتمي الدرجه ديالو هو 20، وانا نستعمل هذا نيت واخده مع الفوندوتان
الدرجه ديالو 10 ديال الشانيل حتى هو. صافي كيف ما قلت لكم البنات دابا غادي حاولت كنزومي لكم باش تشوفوا يعني بطريقه يعني واضحه. دابا غادي نصاوب حجباني بالنسبه انا باش هذا لو جيل هذا ديال هدا بيوتي هو اللي غادي نستعمل. بالنسبه لي انا غادي نستعمل هذا تاع مايبلين. انا نبداو بالنسبه ليا البنات فانا غادي نعمر غير داك الفراغات اللي عندي بهاد البانس وبهاد الجل هذا، ومن بعد غادي نفيكسيهم هكا بماسكارا انا خدام عند اوريفلام. صراحه زوينه زوينه بزاف نوريكم الداخل ديالها كي دايره تتفيكسي ومن طون تتعمر لكم الحجبان ديالكم. المهم خليكم معايا تشوفوا. الوغ انا غادي نساعد غير بهاد البانس هذا اللي عندي مشطه كنزل هكا الشعر كنزلو باش عندي هاد البلاصه فارغه بزاف. لا انا ما عنديش عندي حجباني غادي هكا داكشي علاش ما تحتاجش. لا انا ضروري عندي هنايا ضروري نشد من بعد ملي كنعمرهم كنشط انا ديك المشطه حتى نعمر هكا الحجب حتى نشطو بها باش ما تعجبنيش انا داك الحجب اللي تيجي مثلا فيه تيبان عامر تيبان عامر تيجي انه باين انه مرسوم تعجبني يعني حتى اللي شاف فيك يجي كناتشورال يعني يبان ناتشورال ما يبانش انه يعني بزاف كاع شارجي بزاف. داكشي علاش نخدم البانسو باش بحال تنقولو تندمج الحجب ديالي. صافي البنات انا ديت هكا خط من تحت خديت الفورما ديال الحجب ديالي ومن بعد غنطلع للفوق ونبدا من هنا من النص ما نديرش هادو تبدا من النص ديال الحجب وتنهبط هكا خط وحده يعني يكون رقيق ما يكونش حتى هو باين بزاف تقريبا نفس الطريقه نفس الطريقه ديالي واخا مختلفين في الحجبان ولكن صافي من بعد البنات يعني ما كملنا الحجبان بجوج غادي دابا غادي نحاول اننا نقيهم من الفوق ومن التحت وكذلك على العين حتى هي غندوز عليها هكا الكونسيلر نفس الكونسيلر استخدمت قبيله انا ديال شانيل بيا ديال فيتمي ديال مايبيلين. صافي غادي نديرها كامل تحت ومن الفوق كيف ما قلت لكم غنقي الحجب وغنوضعو على العين كلها. بالنسبه انا غنستعمل هاد البانسو هادي انا هذا لسه تقريبا غير هادي اني تستعمل محرفة بحال بحال نديرو غير نقي هي تتوضع يعني الكونسيلر هكا يعني من الفوق انا تنوضعو هكا في البانسو يعني هادي طريقة مختلفة
وصافي البنات دابا المرحله اللي مورا رحت انا لسه ما هضرتش المرحله اللي مورا المرحله اللي مورا تنعمل فيديو ديال المكياج هو البودر غادي نحطوا البودر هنايا باش البنات ملي تاخذ بما انني سبقت يعني الفون دو طون باش ما تنزليش الاي شادو يبقاو داك النقيطات من تجيو مسحوب يعني تيبقى هنا الالوان يعني بزاف يعني الالوان اللي عاد نستعملو عادي نحط البودر. بالنسبه للبودر ديال البنات فانا نفس عندي نفس لاغام ديال الفون دو طاين اللي تقريبا عندي مكياج كله ديال شانيل فهذه 03 انا غادي نستعمل هذه تاع هدى بيوتي داكشي علاش انا ما كنحملش نبدا بهذا الفون دو طون كيعجبني نخليها يلا الاخر على هذا القيبل تاع تتجلى صافي غادي نديرها هكا من تحت العين للحمام تانا هي نفس العملية اللي كدير هاجر انتي تخدمي بباسو انا تنخدم بهادي ديال هاجر فبالنسبة للعين البنات فأول يعني شيء عادي نستعمله فهو عادي نثبت انا العين ديالي كلها باللون يعني البيج نوريكم هذا يعني تقريبا لا ميم كولور ثانية نفس اللون ولكن ماشي نفس لا مارك انا هاد ماشي بالضرورة البنات يعني بالنسبة لا مارك ديال باليت ولا ان باليت المهم هو يعني الطريقة ديال باش توضعوا المكياج كاين بعض المرات تقدري تاخدي حاجة حاجه ما معروفاش وتتصدق احسن من هذيك اللي كتاخديها بثمن غالي نحاول انني نثبت هذاك البيج فوق العين كلها صافي من بعد ما سالينا يعني الباج هو هو الاساس هو الاول كاع دابا غنخدمو ب اش مباراه انا هاد هادي تانا يا غادي عند هادي نتاع هدى بيوتي يعني اول كولور واش غتبداي انتي بالنسبه للبنات يعني اول انا ما غادي نحط على هاد على الجفن او يعني من هنا للفوق العظم يعني تحت العاجب الحاجب واحد شويه لا كولور اللي غادي نحط وهي هاد لا كولور هادي هي عنبر سميتها لا كولور ديال العنبر هي اللي غادي نستعمل صافي شوف انت انا غنستعمل هاد اللون هذا سميتو مسك مسك لون المسك كما قلت لكم البنات يعني غادي نحطو على العظم ديال العين هكا كتبقاي ديري البانس هكا تدمجي مزيان يعني كعاد البلاصة هادي كتديري فيها هاديك اللون وي بصح حتى لحد هاد النقطة انا نمشي بالنسبة للعين الاخرى ضروري خص يكون عندكم في هاد
فهاد المرحلة نتاع الدمج يكون عندكم واحد البانسو بحال هاد الشكل هكا ولا هاد الشكل يعني هذا بالنسبة لي يعني شكل يعني هكا دائري نفس نفسها يعني تكون هكا دايرة يعني ماشي بلا هي ديك اللي كتساعد على الدمج تتساعد على انك تحطيه بحال هكا وكذلك على انك تدمجي ما بين لا كولور ولا كولور تتعطي يعني واحد الميلونج ما تجيبش يعني ما يبالكش ان داك تيبالك ان لا كولور خارجه منها ماشي كل حاجه هادوك لي بانسو اخرين هما اللي تيبينوا الديفو ديال الماكياج صافي البنات من مور هاد الايطاب هادي غادي ناخد بانزو حتى هي تكون هكا دايره وغادي نديرها هنا على تحت العظم يعني تحت العظم من تحت العظم يعني من هنا من هاد لابارتي هادي ديال العين لتحت العظم يعني اللون اللي غادي يكون غامق على هاد اللون اللي حطيت فانا بالنسبه اختاريت هكا هاد الماغون هذا هو اللي غادي نستعمل انا يا غادي نستعمل البليمي بلونوي وهاد البيج ما باش الكاميرا صراحه البلوزي واعر بزاف ديال لا مارك كيكو معروفه انا غادي ناخذ شويه تاع الزرق وشويه ديال النوار غادي ندمج بيناتهم وغادي نبقى ندمج نحطهم هنايا في هذا الجنب هنايا هنايا غادي باش نبقى غاديه وكندير الزرق لو نوار خديتو من هاد لا باليت هادي ديال لانكوم صراحه النوار ديالها كتحسي به بلي نوار ماشي كي حيتاش كاينين بعض لي باليت تاعو الكري تيكون نوار كري ولا بعض المرات تيكون زيتي كل مره كيفاش نديرو بابي هاد الشكل كنبان كنعرفش ديالاش كنعرفش يعني كنفضل انني نخدمها في الجلايتر تيعجبنا في الجلايتر تتكون هكا البنات هادي تقدر تمرشد في ساعات تقدر تكون تاع هنا جنب العين قلت ممكن تعمل تخدمها جنب ديال العين يعني في الجلايتر يعني سميتو بالنسبه للبنات فانا يعني ثاني يعني المرحله اللي من موراها تناخذ هكا فيكساتور بالنسبه للفيكساتور البنات انا واخدام عند فارماسي تايم سميتو ميك اب تايم تنرش البانسو ديالي باش تشد لي فيها داك الاي شادو ولا الجلايتر اللي غادي نخدم يعني هنايا راكم عارفين يعني دغيا تكون شي حفله ولا شي حاجه دغيا وهي تمشي فقط الدمج لا درت المرحله الثانيه ما شرحتيش بالنسبه لا كولور اللي غادي نخدم من مور هاد الماغو هي هاد اللون هذا غوسبال تقريبا غوسبال مي مغلق واحد الشيء الوغ كيف ما قلت لكم غادي ندير هاد البلونوي صافي خديتو درتو في البانسو بديت كنمشي بشويه يعني انت مازال هنا لا انا وصلت هنا لا صافي بقى لي غير هاد الزرق ومن بعد غندير باج يلا سيري انا بصح انا صحيت ما سالتش لا صافي البنات من بعد ما فيكسيت مزيان خديت وضعت هكا ممكن يعني هاد الطريقه هادي ديروا جلايتر يعني الا كانت شي مناسبه يعني في الليل ولا شي حاجه المهم
هاد المكياج اللي تندير لكم دابا يعني المناسبات، مش الخروج العادي، انما يعني للمناسبات. شي حاجه اللي هي خفيفه يعني بلاش عليك ما تمشيش تصايب في الخروج انت تستغنى تندير تاعك. صافي البنات غنحطها هكا على العين ديالي، من الجفن ديال العين حتى لهذاك الماغون، ونحاول انني نجي لهنا يعني ما بين الماغون وهاد الغوص، نحاول انني ندمج بيناتهم. ونخليكم معايا بالنسبه البنات نشرح لكم يعني الطريقه اللي هذا. بالنسبه للطريقه ديالي انا، سواء الجلايتر او سواء الجلايتر ولا الاي شادو، انا تنديرو في هاد الباسو هادي وتنديرو فيكساتور بعد تنحطو. هي تدير طريقه واحده اخرى حتى هي تستعملها انا نيت كل مره. شنو كناخذو الكونسيلر اللي ديجا خدمتي به، كتاخدي هذا الراس نتاع يعني تديري في شويه في هذا البانسو من بعد. يعني هي على نفس الطريقه يعني كتثبت، انا تنثبتو بفيكساتور وهي تثبتو بالكونسيلر او لونتيسون. صافي كتشوفي هذيك البلاصه اللي غادي تحطي فيها هذاك ال يعني البلاصه اللي توضع فيها داك اللون هو اللي تتصوبها. هي غنخليها كتكمل عادي تشوفها تكمل، وانا غادي نحاول كيف مشتو انا من بعد ما كملت العين ديالي غناخذ واحد ناخذ واحد الباس ما خدمتهاش كاع، ونحاول انني نجي يعني ما بين هاد الماغون هذا وهاد اللون يعني هاد الغوز بال، نحاول انني ندمج بيناتهم حتى لهنا باش ما يجيش يعني باين لا كولور كل واحد يعني منفرد بوحدو. غنكمل يعني بجوج ديال عيني بجوج بال. صافي وفي الاخير البنات باش نسالي الاي شادو كاع من عينيا تماما، غادي ناخذ هاد اللون هكا الابيض كما تشوفوا، وغناخذ هاد البايس هادي تتكون هكا يعني صغيره دقيقه حتى انا نفس الطريقه ديالها. نحاول نوضع يعني من تحت هكا من تحت الحاجب باش يبان لي يعني كاين واحد الفرق ما بين العين والحاجب. هاد الابيض
صافي هنا من بعد ما يعني كملتها كيف ما تشوفوا تجي عاطي داك المعاني من تحت الحاجب، فانا تنستعملها بالنسبه للدمع البنات، فانا تنخط هكا يعني ابيض اللي يكون يعني لامع باش تجي لي الدمعه. انا ناخذ نفس هذاك البيض اللي قلت لكم اللي درت هنايا كان عنده هنا ما لا ما بشوز لعلا لو دابا نفس لي كولور اللي درنا هنا في الفوق غادي نديروهم هنا بحال غنكحلو بيهم. انا ديجا عندي الوان غامقه تبان بحال مكحلانيت، بما اني انا دايره هاد البلوني وهاد الزرق يعني مهموق غادي ناخذ غير ما غاديش ناخذ نفس البانسو باش خدمت، غادي ناخذ واحد البانسو رقيقه هكا باش ما تعمرش لي العين بزاف هنايا ويبان شويه. كيف تشوف البنات انا هنا ساليت الدمع تاعي انا قبل هاد المرحله اللي درت هي، فانا ضروري ندير واحد الحاجه تناخذ هاد البانسو هادي وتنوضع عليها هاد اي يعني اي زيت عندكم اي ويل تنحطو فوق منها أستريس. تنحاول انني ندوز هكا على الرموش ديالي باش ملي تندير لهم البنات الماسكارا، يعني هادي ممكن ديروها يعني وانتم باغيين ديروا الرموش او لا، باش ملي تندوز الماسكارا تكون حتى الرموش ديالي بانو كثر، بحال تنعطيهم واحد الفوليوم للرموش ديالي. هادي ما كنتش عارفه واحد لاستيس البنات، الا بغيتو يعني الرمش يكون عندكم يعني طالع يعني قوى لكم الرمش ديالكم هو زيت الخروع. زيت الخروع تبقاو تدهنوا يعني كل ليله يعني قبل ما تنعسوا تبقاو ديروا، بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش رموش تبقاو ديروه عادي يقراو لكم الرموش ديالكم. غير هو غطوا البال اللي يدخل لكم لعينيكم باش تديروا الاحتراق. يعني عاد تاخذي مثلا غير بحال هكا غير واحد البانسو بحال هكا، يعني اي زيت درتي للعين ديالك عادي. اولا ماسكارا عندك قديمه تصفيها مزيان، تحاولي انك ديري في هذاك الزيت، ولكن تحاول انك ما تهزيش منها يعني بزاف، تمسحيها وديريها غير الرموش ديالك يعني الرموش والحجبان تاع ما مزيان لهم اللي عندهم الحجبان شويه خاويين مزيان. الوغ انا دابا غادي نمشي ديريكت ندير هاد الزرق هنايا تحت العين هاد البلاصه يبان بحال كندير لك حب. صافي من بعد البنات ما درت لهم هكا كاين زيت اردن كيف شفتو، عندي ننتقل لنفس المرحله اللي دازت منها هي. انا عندي جوج الوان، عندي هذا الزرق و هاد البيج. فبالنسبه البنات اللون اللي غادي ناخذ يعني من هاد النقطه هادي للنص ديال العين دير غير النص، فهو هذاك المارو اللي خدمت يعني في فوق العظم هذا. ديما كتبداو باللون المغمق نفس تحاول انكم نفس اللون اللي عديهم تحت العين هو اللي تكونوا درتو على العظم ديالكم، يعني تديروا اللون الفاتح الاول هو اللون الغامق اللي تديروه من فوق منه هو اللي دار هكا من تحت، يعني بيان سور بانسو رقيقه غادي نديرو هنا يعني النص ديال العين
اما يعني البنات في العاده انا هذا اللون اللي تندير هنايا هو اللي تنكمل به نص العين. بالنسبه لهاد هذا الغوز هذا ما عنديش يجي يعني زوين. عادي ندير هذاك الابيض اللي درت تحت الحاجب هو اللي غادي نكمل به هنايا باش يعطيني يعني كبر. هادو بالنسبه اللي بغيتو تكبروا العين، يا بغيتو تكبروا العين البنات هو انكم ديروا مثلا كاين بزاف ديال الطرق، يعني ثلاثه ديال الطرق نعطيهم لكم دابا. انك تكحلي عينك يعني ديري كريون كحل يعني كريون بلون يعني مبيض للداخل، او انك تهد مع ديال العين حتى هي تساعد انك تكبري العين، او لو بغيتي تكبريها اكثر هو انك تاخدي لون ابيض وديري يعني من هاد من دمعة ديال العين للنص الثاني. بالنسبه للبنات يعني انا باش غادي ندير الفرق بيناتهم، انا هاد الدمعه اللي درت شويه فونسي شويه لامعه على هاد البيض اللي غادي ندير هنايا. وغادي نحاول يعني في نفس الوقت انني ندمجو مع المارو بحال هادي، عطيني واحد اللون يعني ما بين داك البيض وداك المارو يعني تقريبا. باش شوف هنا صافي البنات، دابا هنايا يعني غادي نكونو انتهينا كيليتي وصل يعني لهاد المرحله هذه الاي شادو. من بعد ما تساليه يعني هادشي كامل تبدا تنقي يعني من هنا من التحت والجناب، ضروري تنقي البنات ديال الجناب. فانا لا حتى تندير يعني الاي لاينر عاد حتى نجيب الكونسيلر نبدا نقي يعني نعطيكم مره واحده باغي طاف. غادي ندير دابا الاي لاينر، تنتي ديري الاي انا غنستعمل هذا تاع مايبلين، وانا هذا ديال هدى بيوتي هاي هاد لوجل. صراحه انا تعجبني هاد لوجل حسن يعني من الايلاينر اللي تكون هكا سائل تيجي هذا يعني احسن بزاف حسن تكون الاخر تكون شويه هذا عاقد يعني كتحكمي فيه الاخر لا دغيا كيصدق تكوني صايبتي عينك وهذا في الاخر مع سائل غادي يدير فتحكم جميلة يسيح. بالنسبة لبنات الطريقة ديالي باش نبدا الايلاينر، فانا تنبدا كاين الناس تبداوه من هنا ويمشي هكا، كاين الناس اللي تبداوه من هنا ويمشي ممكن. انا العكس تماما تنفضل انني نبدا من الوسط. انتي ماشي بلا هكا لا تنبدا البنات من الوسط وتندير الخط اللي غادي نرسم وعاد تنرسمو من التحت وعاد تمشي نقد القطعه. انا العكس ديالك، انا غادي نبدا هنا من الجنب وغادي نشد غادي ندير خط هكا من بعد كنبقى نازله نازله نازله. بالحق انا ما كنديرش عيني كلها، كندير غير نص العين تقريبا. عاد انا نص العين حيت تجيب رقيق بزاف. لا ما سورتو دابا انت درتي يعني من هنا السمو كي درتي المغلوق مفتوح من الاحسن انك ديري نص العين. نص العين غايجي مزيان. دابا دير راسك باش يبان. دابا غادي نفينيو بلا كونسيلر او ال او انا تجرب الناس هكا في بانسو ونحاول انني نفيني الجناب يعني مع كيف ما شفتو من بعد ما سالينا الايلاينر. انا درت شويه عريض على حسب المكياج شي شويه ماشي نيوت شي شويه ماشي بزاف، وانما هي يعني دايره سموكي درتو يعني غير رقيق مع رموشه كما عارفين يعني ضروري عادي تزاد. صافي البنات انا يعني بهذه الطريقه هذه يعني من تحت الايلاينر وانا تنجبد لتحت هكا.
صافي بالنسبه للشفرون البنات فنفس الطريقه تندير انا وياها، يعني الطريقه باش نركبوهم غادي نوريهم لكم. بالنسبه هذا هو شكل يعني الرمش اللي غادي ندير. تناخذ البنات القطعه او النتاف، تنهز الرمش من الوسط ديال هاد الشعيرات ديالو، تنركبو البنات من الوسط، تنحط الوسط عاد تنثبت الجوانب من هنا ومن هنا. بالنسبه للكول باش سميتها لانيل، بالنسبه للكول باش تلصق هادو او اللي تلصق بهم يعني سيل بارسيل يعني او شفره بشفره، نفس الكول هي هادي سميتها لانيل. نفسها اللي كيستعملو نيت الصالونات او الصالونات، لا الافارقه بوحدو ماشي نفسها الافارقه بوحدو. تناخد واحد كونتونتيج، تنحاول انني باش ما يهز لياش اللصق، بامكانكم تستعملوها ولكن يعني تنتفادى انني يعني حط ليا بزاف ديال اللصق. تنوضعو يعني هكا في اي حاجه توضعو اللصق، تبقاو تاخذوا بالكونتونتيج ودوزوا على الشفر ديالكم باش ما تكونش الكول بزاف، باش ما تكونش الكول بزاف، وتساعدكم حتى في الحطه الا كنتو اول مره يعني تحطوهم باش ما يبقاش يعني الكول طلع لكم من فوق تخسر لكم الماكياج. وهي ما كتزولش غير بالماء يعني ما غاديش تزول لك. صافي كيف ما قلت لكم ما نعرفش نشوف يعني الكاميرا بعيده عليا. غادي نحط هكا يعني الوسط ديالو. قبل هادشي كامل البنات ضروري انكم تعبروا يعني الرمش واش على التقده ديال العين ديالكم، الا كان يعني كبير نقصوا منه نجي نقصوا منه البنات من هاد الجنب هذا. صافي من بعد ما تنحطو هكا تنحاول انني نثبتو هكا هاد النتاف مزيان، تنهز شفر مع شفراني وانا تلصق يعني غادي انا نضغط عليه باش يتسق بالكول. دابا صافي البنات كيف ما تشوفون بعد ما ركبنا الرموش قرب هنا ها هما دابا ندوزو للكونتور ديال الوجه. فانا بالنسبه ليا تنخليه للاخر، مره تستعمل بودر مره تستعمل هكا يعني ليكيد او جل، يعني على حسب كل مره شنو تنستعمل. دابا هي اختارينا انا باش ندير لكم يعني التغيير، هي عاد تستعمل بودر وانا نستعمل هذا ليكيد. بالنسبه للبنات نبداكم انا بالكونتور اللي غادي نستعمل. بالنسبه للكونتور تيبقى على حسب الوجه، الا بغيتو مثلا نبقى نعطيكم تفصيل هكا يعني على انكم تشدوا مثلا لي فورم ديال الحجبان او يعني الطريقه ديال الرسم ديالهم، نبقى ندير لكم هكا فيديوهات خاصين يعني غير يعني بهاد الاشياء هادو. ما عليكم الا تخليوها لي في التعليق وان شاء الله نبدا ندير لكم كلها ايتاب باغ ايتاب، او ايلاينر او شي حاجه بحال هكا، او كونتور البنات اللي ندير لكم زعما فيديو خاص غير على الكونتور. بالنسبه انا تنخدم هاد البانسو هادي، كيف ممكن انكم ديروا مثلا في حلقه تبقاو يعني في اللي يريحكم او هادو تيجيو بهذا الشكل هذا، يعني انا تقولوا حاش كن معلقه بحال هادو كيبقى يعني اختياري نتوما فاش ترتاحوا. بالنسبه عندي هنا بزاف ديال المارو، انا ناخذ يعني المارو اللي عندي يوافقني يعني يجيني مع لابو ديالي، فانا نستعمل هاد المارو هذا مارون شوكولا مفتوح. صافي هو غادي تشوف يعني غنشدو نفس الدرجات وغادي تشوفو غير الطريقة يعني ديال التصويبة. وريهم من الأول. أنا بالنسبة ليا غادي نستعمل هذا تما. فأول شيء البنات نبدا بيه وهو أنني غادي نجيب من هنا. بالنسبة هي ما نقولكم الطريقة ديال أنا ما عنديش الخدود او كما تنقولوا الحناك، ما عنديش يعني بزاف، كاين واحد الشيور كيما كاينينش بزاف، داكشي علاش نحاول انني بهذه الطريقه انني نبينهم ونجيبهم واضحين. هي عندها الخديدات عادي تهبط يعني الخط بحال هكا يعني الخط لهاد عندنا واحد الفاس يعني واحد الشرطه هنايا غتهبطوا حد هنا، اما انا غادي نكملوا حتى لهنا
يعني حتى البلاصه ديال النيف نجيبها هكا بالنسبه للوجه اللي ضعيف، يعني وتبغوا انكم يعني تبرزوا الخدود ديالكم. صافي مشيتي تلبسي تعجبني شحال يكون شويه كثير حتى الاخر حتى تنسالي لا عرفت، ولكن دابا انت هي في نيتي ما انا تنصب الوجه كامل حتى نمشي. لا بارتي بارتي قنت قنت. صافي البنات بالنسبه عاوتاني كذلك اللي عنده الجبهه، بالنسبه للبنات اللي عندها حنا حتى وحده ما عندها الجبهه، ولكن بالنسبه انا شويه اللي لحقاش هي عندها الخلفه ديال الشعر، بالنسبه لي نوريكم انا ما تعجبنيش انني نخلي يعني واخا ما عنديش ما تعجبنيش نخليها هكا. بالنسبه لي عندها الجبهه البنات هي تضرب هاد لي بارتي هادو كيف ما نوريكم. بالنسبه اللي ما عندهاش هي انها كي تديري هانتي انا كنضرب غير هنا هاد الجبهه هذا عندي عندي هنا شويه خوه كنضرب هنا، ولكن هذيك تاع اللي تيكون عنده جبهه نو انا كنديرها حتى حيتاش ما هنايا هاد البلاصه غير تدير شويه ديال البرو بحال غير شويه وصافي غير هكا وصافي شي توضح الجبهة ديالها. صافي البنات غادي تشوفوا داش عندي هنا الخلفه بزاف تخليش ليا مازال فين ندير شي حاجه، يعني تدير غير هنايا فالبارتي هذه. انا البنات ندير لها هكا وتنحاول انني ننزلها واحد شويه من هنا. انا كنفكر غير هاد الشنفه ما تجيش الوسط، لا انا زندير الوسط يمكن هذا هو الفرق اللي بيني وبينك. يعني المهم بالنسبه للي عنده يعني يعني الجبهه يعني كيف ما قلت لكم حاجه هي هاد الدوره هذه يعني مع الشعر من تحت الشعر تتنسى تملونجيو هاد البنات يعني تدمجوها هكا مزيان تتبدا شي شويه الجبهه تتبان لكم انها بدات تصغر. صافي ثاني حاجه وهو الانف، بالنسبه للانف يعني انا عندي شي شويه عريض عادي نحاول انني لبيت نصغرو نجيبو يعني من هنا كيف ما تنقولو نقمقم تنشد يعني من الحاجب من هنا من الحاجب ونبط خط من هنا وخط من هنا. بالنسبه لهي البنات درجة عند هذاك داك التقمقيمه ديال الحاجب موتت انا ناخذ بانسو بحال هكا رقيق كنجي غير من هنايا غير من هنا هاد البلاصه هكا. صافي هذا هو الفرق، هو انه اللي تيبغي يجيبو مقمقم يجيب من الحاجب، اللي عليه داجا عنده رقيق وتيبغي غير يدير له التحديد تيدار غير من الوسط بحال هاد الشكل. كيف ما قلت لكم البنات كيف ما تشوفوا ما عرفتش واش تيبان ولا لا، يعني سنوضع هكا من الحاجب خط هنا وخط هنا. بالنسبه للبنات انا كيف ما قلت لكم ما عنديش هذه كاع، فانا عندي الوسط الانف وغادي نحاول انني ندير هكا واحد الخط في الوسط، يعني عادي نلاقي ما بين هذه وهذه باش نزيد فحال نزيد نعطي الطول للانف ديالي. بالنسبه للبنات اللي عندهم العينين قاربين من احسن واخا ما يجيبوش من هنا، الا جابوا شي من هنا تبان بحال حوله بحال صح حتى اللي عندهم مثلا العين
العينين مقاربين يعني حتى هي بحالها، واخا يكون يعني الانف ضروري تستغنى على هذيك وتبداه من الوسط باش ما تزيدش يعني تقرب بيناتهم. صافي. ثاني حاجه غادي ندير وهو هاد الفرقه هذه تتكون تحت الانف يعني ديال الفم، باش تجيكم يعني باين واضح الفم ديالكم حتى هي تنديروا فيها الكونت. هاد البلاصه هنا باش هادو هنا كتبي دائي هذيك ميزة تبغي تخرج هاد البليس هادي. انا هنا في شويه انا البليس ما عنديش عندي انا عندي شويه داكشي علاش انا تنحاول انني نستغنى عليها. لا ماشي نستغنى عليها وانما تندير بحال هكا باش نجيب الفرقه البنات في حاله تاخذكم تاخذ الحفره ديال الزين او تقروا غمازات. انا عندي هنايا واحد حفره صغيره تنزيد يعني ملي تندير لك تيجي بحال تنعطيها الظل باش تزيد باينه يعني كثر. انا البنات ديما تلقى بنفس البانسو او بعض المرات يعني تنحاول اني نصب هذه اللي تتصب بها يعني نفسها هذه تنصب بها او بنفس البانسو تنسحها مزيان وتندمج بها. اما هذه المره دابا غادي نصب بهذه وثاني رقيقه صافي غادي نحاول انني ندمج هذا الكونتور ديالي. بالنسبه للبنات بالنسبه لهاد البارتي هادي فانا عندي ديجا هنايا يعني هاد الهبطه ما عنديش نحتاج انا عندي الاضاءه هنايا كيف ما تشوفوا. عندي ديجا هاد الهبطه بالنسبه هي اللي يعني العنق ديالها مع الوجه يعني عامر هي اللي غادي دير هذيك اللي تقول تقمقيني تجيبي خطوط باش ما تجيبش انه يعني كاين فرق. انا عندي فرق ما بين العنق والوجه هي عندها تقريبا غادي نيشان صافات وضعت جوج ديال الخطوط هنايا وغتحاول انها تمنع الجوز. دابا غننتقلو للإضاءة. بالنسبة للبنات فالإضاءة فانا نديرها يعني في هاد البارتي هادي وهاد الهبطة ديال النيف وهنا وهنايا. بالنسبه للاضاءه كاين اللي تستعمل بودر كاين اللي تستعمل مثلا الابيض اللي تيكون في الكونتور يعني كل واحد اشنو تيستعمل. انا بالنسبه ليا تنستعمل البنات بودر بودر تنوضعو هنايا وهنا كذلك في المنطقه هذه بودر اللي يكون اللون ديالو فاتح. انا كندير او كذلك ممكن تستعمل حتى الكونسيلر او مونتي سيرم حتى هو يعني ممكن تستعملوه في الاضاءه. هاد السيرم بودر هاد السيرم اونتي سيرم باش نعطيكم يعني الفرق يعني اللي تيجي بيناتهم. انا ما عنديش مشكل يعني تستعمل كل مره وشنو اشنو يعني صنم ندير.
فانا نحاول انني ندير هنا بلاصه يعني الدوفي، نحاول انني ندير هنايا في داك البلايص. غتلقاو معظم ديال الناس عندهم انهم مثلا ملي تحيدو الدوفي تبقى هاد البلاصه ديال الدوفي لون، وهنا والبشره ديالهم لون بحال تيبيان، تجي هاد البارتي هادي بحال زرقاء يعني حتى يصلح. بالنسبه ل الا بغيتو نعطيكم علاجات مثلا هكا ديال البشره ما عليكم حتى هي تخلوها ليا في التعاليق. بالنسبه نعطيكم الناس واش دابا ديال هذيك الزرقيه او تيكون هنا واحد خط بحال ماغو تيعطيك فرق ما بين الخدود ديالك والدوفي. عادي ديري معلقه ديال معلقه صغيره ديال الحامض ومعلقه صغيره ديال الحليب نيدو، غادي تخلطيهم مزيان وديرهم تما وتخلي تاني شفتها مما تغسلي. هاد الطريقه هادي ديريها يوميا يعني تقريبا ما كاملش اسبوع تتلقاي يعني داك البارتي عطاتك فرق يعني ولات لون مع لون. يعني اي مكان بغيتو تبيضوه البنات وهو الحامض وحليب غبره او نيدو يعني اي حليب غبره يعني متوفر عندكم. صافي انا هنا من بعد ما ساليت غنحاول انني ناخذ بيتي ولا بنتي استعملتي بانسو. انا ساليت ما تدويش معكم انا تنشرح هاد الطريقه. صافي المرحله البنات اللي من مورا هو اننا قبل ما ننسى قطع ليا لا فيديو قبيله ما نسيتكمش انني درت شويه ديال الريسيل هذوك الرموش، كذلك رموش تحتاني ما ننساهمش حتى هما ريسيليتهم غير شويه. صافي دابا غنستعمل من موراشي وهو الفاراجو. هي البنات ما تستعمل الفاراجو تعجبها البرونزر ما تستعمل البرونزر، هذا ديالاش بورجوا ديال بورجوا. انا هذا بنات كما تشوفوا فيه الفاراجو والبرونزر بجوج، هذا ديال افو تيجمي بزاف هاد. بالنسبه للبنات فاش تكونوا كديروا الفاراجو ولا البرونزر ولا سمعتوا خصكم تبدوا من هنا يعني. من الفوق من الفوق باش منين فاش كديري الفاراجو من هنا لهنايا هنا كيكون عندك فونسي على هنا. الوغ داك فاش كتبداي من هنا من هاد الشعر ماشي مشكل الا كان هنا فونسي شويه تبتي تقطع من الشعر. يعني تدوز واحد الدوزه خفيفه على الوجه كامل. واهم حاجه البنات ديما تنساو هاد القضيه انا ما تنديروهاش، تنديرو بعدا الفون دو طان للعنق نيت نديرو فراجو ضروري اننا نديرو له حتى هو الفون دو طان باش يعطينا لا ميم كولور مع الوجه باش ما تيجيش العنق صافي ابيض والوجه يعني مبرونزي. انا بالنسبه للهايلايت كيعجبني نبدا بهذا البانسو هذا كان يعني كنحدد به البلاصه عاد من بعد كان من بعد كنشد البانسو كنضرب به. صافي وانا تنستعمل هذه النيشان تستعمل ها تستعملتي بحال وانا تنستعمل هذه الهايلايت الا بالنسبه للهايلايت حتى هو كاين انا كيم ما نكذبش عليكم بعض المرات كنستغنى على كاع انا على هادشي هذا كندير غير بصبعي. بالنسبه حتى لاكولور ديال الهايلايت فاحنا عندنا مختلفه، هي عندها تقريبا بحال بيج بيج وانا عندي بحال برونز دوري شي حاجه بحال دوري برونز ما عطيتش شي كولور اي بالفرق هذا البنات نيت هي ديال شانيل ديالها 0904 وهذه تدير هي ديال بورجوا. تن بالنسبه للهايلايت تنبدا من التحت للفوق هكا. بالنسبه لهنا ضروري خصك تستعمل هذا كدير ديك النقيطه نديرو هنا قفا
اي تتمتع بالبانش. صافي البنا درت هكا ما عرفتش واش الاضاءه باينه لكم. صافي درت هنايا في هذا الخط ديالي كيف ما قلت لكم ايمان. نقيطه ضروري منها وضروري من اننا نختموا الاسبوع وندمجوا باسبوع اخر يعني نديرو ندمجوا باسبوع واحد اخر. كذلك البنات هنايا بالنسبه كيف ما قلت لكم انا قبيله درت الكونت وغنايا على ود هادي ما عرفتش واش تتبان ولا لا على ود هادي. عندي نزيد نعطيها لمعه حتى بالهايلايت. كذلك هنا في هاد البلاصه ديال الاضاءه كاع يعني هادو البلايص يعني اللي اول منهم هي لما تعطيهم واحد الاضاءه كيجيو فيهم خطيره. دابا دابا اخر حاجه وهي الجلوز عكار بالنسبه لي انا غادي نستعمل هاد فانا سندير بنات ميلونج. هذا عندي يعني هاد الخيون هذا كيف ما تشوفوا في هاد لا كولور ديال هدى بيوتي ما فيش ما فيش ريفيرونس ما دمين انا بنات يعجبني بزاف. كاين هذا الجلوز ديالو مات ريفيرونس ديالو مكتوب صغير بزاف ما كاينش كان حتى هو ما فيش ريفيرونس. المهم هاد الويد هذا تنديرو نورمالمون مع اما هاد المره هادي فانا اختاريت انني نديرو مع هاد الماغون هذا فيكتوريا سكرت لا ديال فيكتوريا غنخدمو مع هاد الكريون. اول حاجه غنديرها البنات وهي الكريون غنحدد بها يعني الشفتين ديالي شنايفي غادي نحدد بهاد الكريون عاد ندوز للكلوز. انا غادي ندير هاد لاكولا تقريبا تتشبع ديالها هي غادي دير مات وانا غادي ندير عكر. صافي البنات من بعد ما سالينا الجلوز انا بالنسبه للاضافه اللي زدت هو هذا نيت ديال نفس لاكام ديال هاد الخيون هاد الجلوز هذا نفسه اللي تيجي في واحد البواط بحال هكا ديال هدى بيوتي. هذا بالنسبه للناس هذا فهو الهايلايت ديال الجلوز فانا غادي نديرو معايا يعني كاضاءه بحال اللي نديرو للوجه كيجي خطير زوينه هاد سيرتو مع هاد الالوان مغمقه واعر تعطيهم اضاءه. نجي نديرو بحال هكا البنات نطابي بصبعي انا نحاول انني نميلونجيه مع الكلوز. بالنسبه لي انا درت هاد المعكر وكلوز قلبات يعني ما بقاش دارت هذاك العكر الاول ما جانيش زوين اللون ديالو وهذا باين اللون ديالو هذا غوز. صافي البنات كما تشوفوا من بعد ما درت اللمعه صافي البنات كان هذا هو اخر لوك. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم المكياج ديال اليوم. بالنسبه لا بغيتو المزيد من هاد الفيديوهات هادو ديال المكياج سواء انا وايمان او بوحدي مرحبا بكم معكم الا تخليوها ليا في التعليق باش نعطيكم ان شاء الله المزيد ديال الافكار. وكذلك كيف ما قلت لكم في اول فيديو الا بغيتوا يعني حاجه يعني خاصه مثلا حجبان او كونتور او تطبيق الفونديشن او شي حاجه بحال هكا ما عليكم حتى الا تخليوها لي في التعليق. وكذلك ما تنساوش تمشيو تزوروا لاشين ديال ايمان ايمان بيوتي اند هيلث اند هيلث حتى هي لاشين ديالها ان شاء الله يلا فتحت يلا دارت لها افتتاح وان شاء الله غادي تكون شعلي يعني في المستوى وتعطيكم بزاف ديال يعني وصفات للريجيم ميك اب نصائح يعني ماسكه للوجه بزاف.
المهم مرحبا بكم في القناة ديالي ان شاء الله، وغادي تكون تقريبا بحال تاع هاجر ولكن مختلفين شوية. هي كدير وصفات يعني يقدر ياكلها اي واحد، ولكن بالنسبة لي انا كندير شي وصفات يعني غير الناس اللي كيديروا الريجيم. الريجيم انا تندير ديال الناس اللي باغيين يصححوا، ويا ديال الناس اللي باغيين يضعفوا. ان شاء الله ومرحبا بكم عندي. يا رب نسمع بقالنا، نقول لكم مع السلامة. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، كيف ما قلت لكم لعجبتكم لا فيديو ما تبخلوش علينا باللايك، وكذلك اشتراك في قناة ايمان. وكذلك بالنسبة لاول مرة تشاهد لا فيديو ديالي، ما تنساش الضغط على الزر الاحمر موجود تحت الفيديو، زر الاشتراك باش تشارك معي في القناة، وزر الجرس اكيد باش توصل بكل ما هو جديد. كذلك عند ايمان اضغطوا على زر الاشتراك باش تشاركوا معاها، وكذلك حتى هي زر الجرس اللي بغيتوا توصلوا كل ما هو جديد. وكيف ما قلت لكم يعجبكم هذا النوع من هذه الفيديوهات، ما تنساوش توصلوا هذا الفيديو هذا لاكبر عدد من اللايكات اكيد لتشجيعكم. ولا كان شي سؤال مرحبا على راسي وعينيا. ان شاء الله تسناني غدا ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.